محمود المهدي يكشف عن أزمة جديدة يمر بها مطالباً الجمهور والمسؤولين بإنقاذه. أكد أن أفلامه ممنوعة من العرض وتعرض لأزمة مالية. طلب الجهات المسؤولة بالتدخل لحل هذا الخلاف. إليكم في هذه الحلقة تفاصيل أزمة طليق من عرفة محمود المهدي. كشف الفنان محمود المهدي زوج منا عرفة في مقطع مصور عبر حسابه على إنستغرام عن أزمته مع نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي. أكد المهدي أنه أنتج فيلمين بجانب مشاركته في فيلم إنتاج شركة ليبية، وفوجئ بأن هذه الأفلام ممنوعة من العرض منذ فترة بسبب مشاركته فيها فقط. أكد محمود المهدي أنه حاول خلال الفترة الماضية الصلح مع الدكتور أشرف زكي عن طريق وسيط، كما خرج في مقطع مصور اعتذر له فيه، لكن حتى الآن لم يتم الصلح. وأكد أشرف زكي أن أفلامه ستظل ممنوعة من العرض وسيتم منعه من التمثيل بسبب إساءته للممثلين. في نهاية المقطع المتداول طلب المهدي الجهات المختصة بالتدخل بشكل سريع لمساعدته في عرض الأفلام الموقوفة، وفاجأ الجميع بقراره اعتزال الفن بعد إنهاء المشاكل المثارة حول الأعمال التي قام بتصويرها. محمود المهدي صدر في حقه حكم خلال الأيام الماضية في قضية سب وقذف أشرف زكي وزوجته روجينا، حيث تم صدور قرار حبسه لمدة شهرين وكفالة مالية قيمتها 1000 جنيه وغرامة مالية 20000 جنيه، بالإضافة لتعويض مدني مؤقت قيمته 40000 جنيه. محمود المهدي حقق شهرة كبيرة بعد تجربة زواجه من الفنانة منى عرفة، حيث ظهر برفقتها في العديد من الأماكن العامة والمناسبات، بالإضافة إلى خلافاتهما كانت حديث السوشيال ميديا طوال الفترة الماضية. ورغم محاولة الثنائي استقرار الحياة الزوجية بينهما، لكن الانفصال تم مرتين بسبب عملها في مجال الفن. ورغم قرار منى بالابتعاد، لكن حياتهما الزوجية لم تستمر إلا أشهر قليلة.